تبنى بنا الأرض غربا وشرقا إذا ما رغبنا العلى المستحقة. تطوع بالجد فكر وكف لدرب النجاح مع الصبر شاقة. فبالخير نسعى إلى الغير دوما وعند الإله لنا الخير أبقى. ترى المتطوع ثغرا بسوما وقلبا نقيا من الحب يسقى. ونحن سمو سمونا بفعل أحال المحبة للخير عشقا. لا يشكر الناس لا يشكر الله. شكر خاص مؤسسة بصمات التنموية فلهم منا كل الشكر والتقدير والاحترام لأنهم يعملوا عمل وجهد جبار ما يعني يشكروا عليه ولا يجزيهم إلا الله سبحانه وتعالى. فالرجاء الخاص أن يدعى لهم في ظهر الغيب في كل وقت وحين لأنهم خففوا كثير عن معاناة الأمهات والأيتام والمساكين. فبالخير نسعى إلى الغير دوما وعند الإله لنا الخير أبقى.